بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سعدنا في هذه الأمسية المباركة نتكلم عن مهارات مهمة جدا لكل قائد أو كل مسؤول عن فريق عمل، وهي مهارات قيادة فريق العمل بدون ضغوط نفسية. هذه المهارات مهمة لجميع من يتولون أمر أفراد لإنجاز مهام أو مهمة في عملهم. سوف نتطرق إلى 5 مواضيع: مقدمة عن الضغوط النفسية، أهم عوامل الضغوط النفسية في العمل أو ما يتعرض له الإنسان، صفات المدير السام أو السيء ما يسمى بتوكسيك بوس، نظريات قيادة الفريق، ثم مهارات القيادة لتصبح مديرا أو رئيسا محبوبا ورئيسا جيدا وفعال. بادي ذي بدء، ما هو الضغط النفسي وما هو تعريفه؟ الضغط النفسي هي ردة الفعل للجسم الدفاعية تجاه المتغيرات والمؤثرات غير المرغوبة الناتجة عن تجارب عملية أو اتصالات شخصية أو اجتماعية حدثت في المنزل أو العمل أو القيام بمهام صعبة. إذن هي التغيرات الفسيولوجية وما يمكن أن يتعرضه الجسم نتيجة لهذه العمليات التي مرت بتجارب. وللضغوط النفسية 3 محاور، كما شاهدنا محور اقتصادي لن نتطرق له، محور نفسي صحي وهذا سبق التكلم عنه في المحاضرة أو الفيديو السابق، أيضا اجتماعي وهذا ما سوف نتطرق له خاصة في ميدان العمل للأفراد. هذه الصورة المبعثرة أمامكم، ولكن مرتبة من ناحية يوجد لدينا غاية أو هدف نصل به. مثال، وعندما نرغب في الوصول إلى أداء عمرة أو حج حتى نصل إلى هنا، هذه هي كمثال لكل مدير أو مسؤول صغير أم كبير يتولى مهمة معينة. حتى تصل إلى الغاية فلا بد من وسيلة تصلك إلى هناك، والوسائل مختلفة حسب كفاءتها، ولكن قبل الوسيلة هناك احتياجات أساسية لتحرك العمل وللإنجاز. فعدم وجود الموارد لن تصل إلى الغاية. وفي تعرف الركن الخامس من ديننا الحنيف فهو الحج، ولكن مشروط بمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا. إذن ما هو السبيل؟ هي الموارد والأساسيات لأي عمل. من أهم هذه الموارد والأساسيات هي فريق العمل. لو أتينا إلى ترتيب هذه الأولويات، وهذه نصيحة لكل من يتولى مسؤولية، بدل ما يضع المهمة أمامه أولا يرتب الأولويات. فأولا هي فريق العمل، ثانيا وسيلة الوصول، في وسيلة توصلك في خلال شهر، وفي وسيلة توصلك في خلال يوم، وفي وسيلة توصلك في خلال ساعة. فإذا اختيار الوسيلة مهمة جدا، ثم تأتي الغاية. إذا ندخل في صلب الموضوع الآن ونتكلم ما هي الأبحاث أو ماذا قالت الأبحاث عن الضغوط النفسية في العمل، ومن هو مصدر هذه الضغوط النفسية. وفق الأبحاث قالوا التي أجريت على ما يقارب من 200,000 موظف، كان السبب الأول وراء ترك الموظفين لعملهم يرجع إلى رأي السيء. تخيل 75% من الموظفين تركوا الوظائف وعملهم كرها في هذا الرئيس أو من مضايقة رئيسهم المباشر. أيضا وجدوا أن 57% من المدراء التنفيذيين اللي هم أعلى مقام لديهم ضغوط.
62% من المدراء المباشرين لفرق العمل 62%. الموظفين الذين هم على المحك في العمل ما يقارب 70%. إذن كل ما قرب الشخص للأداء العمل يكون عليه الضغط النفسي، وهنا يأتي دور المدير، سواء في إنجاح العملية، تيسير العمل، أو خلق ضغوط. مصادر الضغوط تلخيصا، وجدوا أن 75% تعود إلى عناصر أو عوامل للعمل، 3% فقط خارج العمل، 21% هي مشتركة بين العمل وخارج العمل. إذا ما هي أهم العوامل اللي موجودة في العمل تسبب الضغوط النفسية؟ ومهم جدا أن نعرف هذه العوامل قبل ما نطبق المهارات، حتى لا نكون سببا في ضغوط نفسية لغيرنا أو لأنفسنا. أولا هم المدراء السيئون، و 77% من هذه العينة الكبيرة ذكرت أنه المدير السيء له دور كبير في الضغط النفسي. بماذا؟ بقلة الدعم، قلة المساعدة، عدم وجود تقدير، عدم وجود تشجيع من المدير المباشر أو غيره للإنجاز. فهم ينظرون عمل وهذا واجب وهذا عملك حتى تنجزه. ثانيا عدم وجود توضيح للتوجيه، للرؤية، للاستراتيجية، إجراء وسياسات غير واضحة، وهنا يأتي دور أيضا المدراء في عدم القيام بمهامهم. فعندما تقود فريق عمل لابد أن تكون الصورة واضحة لك وواضحة للفريق الذي أنت تقوده، وإلا كنت مصدر من مصادر الضغط النفسي للعاملين لديك. العلاقات السيئة في بيئة العمل، زملاء سلبيون، بيئة سلبية، خلق البيئة الآمنة، خلق البيئة السيف، ما يسمى بالسيف انفايرومنت، خلق البيئة المحببة للعمل، بيئة تساعد الانتماء، البيئة الأسرية، هذه من مهام المدير أن يخلقه في مؤسسته. فإذا وجود عدم ذلك في البيئة فلمدير الدائرة دور كبير في ذلك. عبء العمل، وجد أنه أقل عامل للضغط النفسي في العمل. طبعا سهل أن الموظف يقول لك العمل كثير وإلى آخره، ومن الصعب أن يقول أنه عندي مدير سيء، لكن فعلا العمل حتى لو كان العمل مرتفع وعالي ولديه مدير مشجع وحافز وداعم، افتكر انه يكون هناك فيه ولاء وفيه تلذذ في 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 في, في نجاح المهمة والعمل لدى الموظف. ناتي للشق الاخر اللي هو خارج العمل، نجد انه قلة النوم، 54% من الناس اللي قالوا العوامل خارج العمل هي قلة النوم وعدم التوازن بين العمل والحياة. وهذه ذكرنا في الموضوع السابق أو في الفيديو السابق إن وجود القلق والاكتئاب، والذي يشكل 60% من الدراسات أوضحتها سواء دراسات منظمة الصحة العالمية في تقريرها لعام 2008، والدراسات اللي عملت في المراكز الصحية، وجد إنه 60% يعانون، وللأسف غير مكتشفين أو غير يعني يرجعونها للجانب النفسي. فقلة النوم هذه أحد عوامل إن الشخص متعرض لضغوط نفسية ويجب أن يراجع طبيبي. ولله الحمد الآن مراكزنا، مراكز الرعاية الصحية الأولية في المملكة، في جميع مناطق المملكة لديها من الأطباء الأسرة والأطباء العاميين الذين تم تدريبهم على مثل هذه الاضطرابات الخفيفة، غالبا ما تكون قلق أو اكتئاب، ويحسن التعامل معها بإذن الله. إذن سؤال، أليس هذه مشكلة خطيرة؟ أن يترك 75% من الناس وظائفهم بسبب تصرفات شخص واحد. وهذه رسالة للجميع، شخص واحد وهو مدير الدائرة الذي يعمل لديه الناس. ف 75% من الناس
إذا تركوا وظائفهم تعود إلى هذاك المدير. فلذلك هذه رسالة أيضا للمدراء التنفيذيين الأعلى، إذا وجد قسم من الأقسام بدأ الناس أو بدأ الموظفين في ترك وظائفهم أو طلب النقل أو الاستقالات، فهذه يدل على أنه فيه رئيس أو مدير لهم مباشر لا يستحق أن البقاء في مكانه، بل يصرف للمحافظة على الإنجاز، المحافظة على الفريق، والمحافظة على المؤسسة وإنجازاتها. إذن هناك صفات ونشرت في بحث علمي عام 2015 بما تسمى بالتوكسيك بوس. أصبحت الآن المجلات العلمية تتكلم عن هذا الجانب لأهميته. ربما المجلات العلمية قليل ما تجد فيها أبحاث في هذا المجال، ولكن بدأت الآن للوجود، نسمع بالاحتراق الوظيفي والناس يتعرضوا للاحتراق الوظيفي والآخر، لكن قليل ما يتطرق إنه المدير المباشر له دور في ذلك. نعم في دور، ووضعت له صفات، ويسعدني أن أشارككم فيها حتى الهدف إن نتجنبها ونسعى للبعد عنها حتى أن نكون مدراء يعني محببين الناس في العمل، ونخفف عن الضغوط النفسية لدى الموظفين الذين يعملون تحت إدارته. أول صفة من صفات المدير السام أو المدير السيء، عدم الاهتمام بما يقوله الآخرون وإلغاء ما تم إنجازه من قبل. أنا أصبحت المدير، كل ما سبق يحذف، بل لا تذكروني بما تم سابقا، لي خططي ولي توجهاتي، وأنا عنتر بن شداد اللي بيجيب يا أخي غيرك برضو قال كما تقول الآن. ولكن العبرة في أن تحافظ على ما أنجزته هذه المؤسسة، فهذه المؤسسة التي أنت تعمل فيها ليست ملك لك أو لغيرك أو لمن قبلك أو من بعدك، إنما أنت موضوع حتى أنك تكمل المسيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الأنبياء والرسل ودوره، لم يقل أني ماحل لما قبلي، وإنما قال أنا لبنة يعني أكمل هذا الفراغ أو هذا فما بالك بأنت بجهود عملت قبلك. إذن خذ من الإيجابيات ويكثر خيرهم، إذا وصلوا 60% 70% كثر خيرك، إذا زودت 10 أو 20 أو 30% حتى يأتي من بعدك ويكمل. فإذا لا تتحول إلى آلة تمزيق لما سبق والسعي لأنك تمسح ما سبق، وهذه للأسف ربما الكثير ينظر أنه الإدارة تغير فلان، تغيرت الإدارة ومنهجيتها. لا، المفروض إنها سلسلة تكمل بعضها البعض. الصفة الثانية، يصير المدير السام دائما يصر دائما على أن يكون في مركز الاهتمام، أبدا لا أحد يتقدم علي فيه، ويستمر في إبعاد الآخرين خاصة الناس المنجزين، الاستخفافات بمساهماتهم وعدم الاستماع لأي شيء سوى صوته، وكأنه يعني ما في البلد إلا هذا الولد. ثلاثة، ارتفاع معدل انتقال واستقالة أعضاء فريق العمل، وهذا ما سبق أن ذكرنا أنه 75% من الناس اللي يتركون عملهم يرجع لمدير سيء، توكسيك بوس. يعمل مدير السام على إبعاد الأشخاص الفعالين المنجزين، ولا يعبر أبدا عن امتنانهم لخدمتهم، بل هذا واجبكم، هذا يا أخي كريمة، وكأنه خوفا على هذا الكرسي. يعني سبحان الله، هي فترة أعطيت فيها حتى ترفع مقامك وترفع مكانتك عند الناس، وليس إنك تقلل من مكانتك ووضعك عند الناس. أربعة، انعدام الثقة حتى بين فريق العمل،
وجود إدارة سيئة، وجود مدير سيء، يبدأ الناس في النظر إلى بعضهم البعض بالشك. وعند الحديث عن الوضع الذي صارت يعني، فهم يتحدثون بهمس للأسف، يستخدم أسلوب بالقوة والتهديد، أفصلكم، أعاقبكم، بل يسعى لتقليل تقييم، تقليل مكانتهم. يعني يذكرهم بأنه من السهل استبعادهم واستبدالهم، وهذا يجعل الناس مضطربين بشدة، أحيانا لدرجة الإذلال. أين الانتماء؟ هل الموظف اللي يعيش بهذا الوضع سوف يكون له انتماء أو حب أو safe environment، بيئة آمنة؟ أبدا، يحولها إلى بيئة كراهية، بيئة عدم الرغبة حتى إلى رؤية هذا المدير أو الدخول إلى الإدارة. فالمدير السام غير مهتم بالآخرين، وربما يستمتع بأدائهم ويفتكر أن هذه الطريقة اللي تجعله يعني نفسه تبدو أكبر، ويجعل من حوله يشعرون بأنهم أصغر، فهو لا يقدر الخسائر التي يحملونها الزملاء، وربما يستمتع للأسف. وهذا أفتكر أنه يكون نقص حاس فيه المدير، ويحاول أن يكبر الحيلة ما حوله حتى لا كأن الناس ينظرون إلى ما داخله من صفر واحتقار للأسف وعدم إمكانية. يتأكد المدير السابق من تدفق المعلومات من خلاله، يعني أن الناس لو عرفوا كل التفاصيل أو اجتماعاته الخاصة مع المدراء الأعلى، إنهم بكل مقدار وقيمته وهيبته. أبدا، هذا يحرق بهذه الطريقة الزمالة، يحرق الفرحة، يحرق الانتماء، وهذا ما يسميه علماء النفس بالعجز المكتسب. في حالة نفسية يصفوها بعلماء النفس بالعجز المكتسب، هو يعني أكسب نفسه أيضا بهذا العجز، رغم أنه يتباهى بأنه يعرف ويملك كل شيء، وغيره لا يحق لهم أن يكون لهم كلمة أو حضور أو أداء. وهنا تصبح المنظمة أو المؤسسة أو المكان العمل بلا روح، بلا انتماء، بلا محبة. كل يقول لك قو خلني أخلص شغلي وصلى الله وبارك. وهذه من الأشياء اللي تسعى لترك الموظفين أماكنهم. إذن تلخيصا، يمكن للري السيء أن يأخذ طاقما جيدا وفريق عمل مميز ويشهد له بإنجازاته، ويدمره في لحظات، في أيام، في أسابيع، في أشهر، مما يؤدي إلى فرار أفضل الموظفين وفقدان الدافع لديهم. لربما نظرت إلى بعض البرامج التي كانت في القمة، ثم بدأ الموظفين يعني يتركوا أماكنهم، وسببها مدير للأسف. ربما تكون نيته طيبة، يسعى إلى الإنجاز، لكنه للأسف اتخذ الطريق الخطأ والطريق الذي لن يؤدي إلى النجاح أبدا. ماذا ينبغي أن نعمل لهذا، أو كيف يستجيب الفريق للمدير السام؟ أول قاعدة، لا تتعامل أو تحارب السم بالسم، يعني إذا هو سيء فلا تكون سيء، حاول بالتي هي أحسن. أهم قاعدة أنه عدم الانحناء للتكتيكات التي يمارسها المدير السام مهمة جدا، لأن منافقة المدير ومجاملة المدير السام تزيد من تعقيدات المشكلة عن طريق زيادة تآكل ثقافة المنظمة وذهاب روح الفريق، عدم الانتماء، هروب القدرات، هروب الإمكانيات، هروب أهل الخبرة من هذه المؤسسة. فإذا التكاتف فريق العمل لتغيير الوضع بالتي أحسن، والمحافظة على روح الفريق وإنجاز العمل. وهنا رسالة أيضا المدير الأعلى للمؤسسة، أن ليس فقط يكون مصدر مقابلاتك هم المدراء الذين تحتك، وإنما أيضا انظر لفرق العمل كيف تعمل،
كيف انتمائها، كيف انجازاتها. عندما ينحدر المنحنى العطاء والانجاز في قسم من الاقسام، تعرف ان هناك اداره يعني تفقد الناس انتمائهم وحبهم في عملهم. اضف الى ذلك ربما لا اقدر ان اقول توكسيك دايركتور او مدير سيء، وانما مدير اصلا هو يعاني من ضغوط نفسيه، من قلق، من اكتئاب، عدم النوم الكافي، التركيز، لذلك يخلق القلق والاكتئاب على من حوله، مربوش، متضايق، قلقان، يبغى ينجز كل حاجه، الناس ايش بيقولوا عني، فيرهق من تحت، فيخلق الضغوط النفسيه عليهم. ولو وهنا الحمد لله برضو رسالة، إذا وجدت نفسك إنه في عندك مشكلة في النوم، في شدة الأعصاب، في التوتر، يا أخي العلاج ولله الحمد متوفر، العلاج متيسر ونتائجه بسرعة، ولا يوجد هناك الحمد لله هناك مضاعفات أو إدمان أو مشاكل، ولله الحمد موجودة ومتيسرة، وسوف تجد شخص آخر من ضغط وقلق إلى إنسان مسمى ريلاكس، مستريح، يقدر يفكر، يرتب أفكاره ويريح من هم يعملون لديه. المدير الثاني مدير يهمه إرضاء مديره، يعني ينظر لفوق واللي تحت يدوس للأسف، أو ما همهم، أهم حاجة إنه مهما كان من الخسائر على اللي يكون فريق عمله، فتلقى أنه يحاول أن يرضي فقط ما منهم مسؤولين عنه للأسف، وتلقى يردد كلمات رنانة، من عمل عملا فليتقنه، المفروض، الواجب، المثالية، التفاني، والآخره، كلمات جميلة وصحيحة بدون غبار. لكن أين قدوتنا صلى الله عليه وسلم من 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 هذا المنظور الذي ينظر إليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يدعو إلى المحبة في القيادة، وضع اعتبار لظروف الناس وفي وضع الأولويات، وحتى ولو في الصلاة التي هي عبادة، يراعي كبير السن، يراعي الطفل، يراعي الأم، يراعي ما خير في أمرين إلا اختار أيسرهم، إدخال الفرح والسرور على الآخرين صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا. والله الحمد لدينا قائد في جميع مجالات الحياة قدوة ولله الحمد. ما هي النظريات العلمية لقيادة فريق؟ إذن هذه مقدمة عن العمل وعن ضغوط ومسبباتها. نجد أن المدير له دور مع يا سبب ضغوط نفسية، يا سبب راحة وحب للناس في أعمالهم. إذن نأتي إلى نظرية التي تتحكم في الأفعال والسلوك. أولا نأتي إلى القواعد الشرعية. القاعدة الأولى التي هي كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، سلوكيات، وأفتكر هذا كلام يعني ما يحتاج فيه نقاش لأنه كلام الخالق. وقال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم استغفر لهم، شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. لاحظوا النقاط كلها، أخذ عين الاعتبار لفريق العمل الموجودين حول الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته. حديث عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فأشقق عليهم. حتى لو هم 4 أو 5 تحت مسؤوليتك وشققت عليهم، دخلت في هذا الحال. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. يعني كون أنك هذه حتشوف في المهارات العلمية اللي أثبتها العلم تندرج تحت هذا. كلما تكون مشجعا، رؤوفا، رحيما على العاملين لديك، كلما لمستك
دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الطويل الذي حسنه الألباني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ورواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. مدير ينفع من حوله، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. موظف لديه ابتسامة يعطيك العافية ما شاء الله إيش إنه هذه والكلمة من المدير غير الكلمة من الزميل، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد وشهرة. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي الصلاة فيه تعادل كم؟ ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أنظاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل. مجمل هذا الموضوع هذه الأشياء. فكون الله سبحانه وتعالى أراد لك الخير وجعلك مدير أو رئيس بمجموعة، فهذا باب ممكن أن تكسب فيه الأجر والخير والثواب في ظل هذه الدعوة الكريمة. تدخل السرور على الآخرين، تكشف كربة الموظفين لديك، تقضي حاجتهم، كظم الغيظ وعدم الانفعال والآخره، حسن الخلق، حسن الخلق، كلمة طيبة، تعامل الطيب. هذه هي قواعد إسلامية دينية شرعية ذكرت في كتاب الله وحديث الرسول. ماذا قال العلم؟ leadership theory، النظريات العلمية القيادة المسمى leadership theory عديدة، بدأت بنظرية الشخصيات القيادية theory، تعتمد على الصفات الوراثية والتربية والخبرة الشخصية. فيقول لك هذا الشخص ولد أصلاً قيادي، هذا الشخص ولد لديه القدرة على قيادة الفريق. نعم فيه عليها دراسات والناس مختلفين، ولكن فيها دبيت كثير، فيها كلام، وهذه يعني من أوائل النظريات التي نزلت. ثم أتت القيادة اللي هي التبادلية اللي هي transactional leadership، وهذه اللي للأسف تعمل فيها كثير من المؤسسات، يعني سواء أنها بعلم أو غير علم، يعني تعرف عن هذه النظرية أو غير عارفة أنها تطبقها. فهي تعتمد على مكافأة الفريق على إنجازه، قد يكون هناك مكافأة إيجابية أو سلبية، تعتمد على الأداء، أفضل موظف، مميزات للمنجزين، المدري إيش وقال وعقاب لعدم المنجزين. في إدارة الاستثناء الإيجابي أو السلبي، وكل نظرية لها إيجابياتها ولها سلبياتها. إدارة الاستثناء الإيجابي ما تسمى management by exception، هذه ربما نحن نشاهدها فيها بالإيجابي إنه المدير يساهم القائد في توجيه الفريق لتجنب الأخطاء وتحقيق الأهداف. يعني من الأول يحاول إنه يكون مع الفريق، يحاول إنه يتفادى حدوث الخطأ قبل أن يحدث. لكن القائد السلبي اللي يطبق management by exception اللي هي إدارة الاستثناء السلبية، للأسف الباب مرصد والسكرتير لا يسمح بدخول إلا بعد إذن، وكأنك تدخل على حتى يحدث خطأ أو فشل أو إلى آخره، ثم تبدأ الاتهامات ولوم الأعضاء بالتقصير، وإنه الموظف الفلاني ولا يوجد كبش فداء حتى يرضى سعادة المدير إنه فيه خطأ وعوقب من عوقب. لكن تعالوا عند النظرية القيادية التحولية اللي هي الحديثة، هي تسمى Transformational Leadership، حتجدوا لها تطابق سبحان الله
يعني البشر مهما فكر راح وتجد أن القاعدة الإسلامية أو الدينية اللي الله سبحانه وتعالى أوجد البشر عليها تجدها تأخذ دور في النجاح، تأخذ كأنهم يعني يثبتون، والله كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه لا يحتاج لأحد أن يثبته. فهي ترتكز الترانسفورميشنال ليدرشيب ترتكز على 4 ركائز: التأثير المثالي، قدوة للفريق. أنت ما دام رضيت أن تكون مديرا فاعرف أنك قدوة ومثال لغيرك. لا يمكن الأعضاء الفريق يكونوا ناجحين وأنت فاشل، لا يمكن أنهم يكونوا ملتزمين وأنت أصلاً ما أنت ملتزم، لا يمكن أنهم يكونوا تتولد لديهم المحبة والألفة وأنت أصلاً منفر الناس، كاره الناس، تفرق بين هذا وهذا، لا يمكن. إذن كن قدوة، هذا التأثير المثالي بقى القدوة، وكيف صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم حبوه، كيف إلا بقدوة في كل شيء، تلقاه قدوة في حرب قدوة، في سلم قدوة. التشجيع الملهم الركيزة الثانية لهذه النظرية، إن الإدارة ترتكز على التشجيع الملهم في بيئة دائمة وآمنة، دائما في موتيفيشن، في تشجيع إيجابي، تشجيع إيجابي. الركيزة الثالثة التحفيز الفكري، يكون فريق فعال وتقبل التحديات، تحفيزهم للإبداع، تحفيزهم بالتدريب، تحفيزهم بتيسير لهم مسببات النجاح. لا تطالب في النجاح، طالب في يكون لديك فريق عملت على إعداده ثم طالب بالنجاح. وليس فلان أبغى كذا كذا، أولا تأكد هل فعلا تم تدريبه، هل لديه الخبرة، هل إذا فقد هذا الشيء أنت مسؤول عن تجهيزه وتدريبه، وطالما أنت قبلته في فريق العمل لديك. أخذ في عين الاعتبار الوضع، وضع الأعضاء، ماذا ينقل، ماذا يحتاج، ماذا هل يعاني، هل لديه احتياجات، ثم اعمل على تحقيقها مثل ما ذكرنا، سواء أنه مشاكل تحتاج حل، لديهم نقص في المهارات بإكمالها، رؤية مساعدتهم في رؤية العمل لديهم فيه زيادة حجم العمل، نعمل على توفير من يعين ويعاونهم. هذه هي النظرية القيادية، ولاحظوا أنها قريبة جدا للقواعد الشرعية اللي ذكرناها سابقا. ندخل في موضوعنا اللي هي مهارات القيادة لفريق العمل، وربما يعني أعتذر عن الإطالة في المقدمة، ولكن حنجد أن المهارات هي تجنبا لما سبق وتطبيقا لقول الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كأنها ملخص الآن المهارات اللي نذكرها بصورة ترتيبية يسرى حتى أكون مديرا أو رئيسا جيدا. أخلق بيئة آمنة مبنية على المحبة والألفة وبناء الانتماء للمؤسسة، فلتكن هذه أول شعارك، أو أول قبل أن تنظر إلى المطلوب منك أو تنظر إلى الغاية. خلق البيئة الآمنة المبنية على المحبة والألفة وبناء الانتماء. وتلاحظون المزارع قبل ما يفكر في الحصاد لابد أن ينظر إلى المزرعة، هل هي مناسبة الآن للزراعة أم لا. إذن خلق بيئة آمنة، حدد ثم أوجدت البيئة بتآلف الناس، وحدد توقعات والاحتياجات الأساسية للموظف بوضوح، أمر حيوي لأداء وإنجاز هذا الفريق. إذا عرفت توقعاتهم، عرفت احتياجاتهم، ما ينقصهم، ما يحتاجون إليه من تدريب، من إلى آخره، قدم توجيها واضحا لموظفينا. المطلوب يكون واضح، أعملوا ما هو المطلوب بوضوح حتى يتمكنوا بالقيام العمل ويكون إنجازهم تحت توقعاتك، حتى تكون الألفة والترابط والإنجاز
في نفس المنهج اللي ماشية فيه المؤسسة أو المكان العمل. لا تخلق الخوف في الموظفين. تخويف الناس لن يأتيك إلا بشر، وليس الرهبة والخوف من المدير أنه يخلي الناس يحبه. أوكي، ممكن تسمع كلمات رنانة وكلمات يا طويل العمر وكلمات يعني، ولكن في كفات يا رب تشيلوا عنا، يا رب تنقلوا، يا متى يموت متى. هذه ليست بيئة عمل أبدا. لا تخلق الخوف في الموظفين، بل أفهم الموظف، ليتم فعل المطلوب بشكل طبيعي تلقائي مبني على المحبة. وهنا لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل عليه أحد فقال، وكان متهيبا لوضع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تفاخر انه يعني صار هناك خوف او رعب منه؟ لا، قال هون عليك، فانما انا ابن امراه كانت تاكل القديم. لا اله الا الله، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه وسلم. هذا سيد الهدى، شوف كيف يتعامل مع اصحابه، مع الناس اللي هو يقودهم الى الخير، الى بر النجاه من النار الى الجنه. يعني شوف كيف يتعامل معه. ونحن صراحه لسنا بحاجه الى من يعلمنا كيف نتعامل مع الناس ونحن على دين فيه من المهارات والتوجيهات. ولن تجد من يشكك في 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 صدقه وصفاء مرجعيته. المهارة الخامسة، وفر مساحة وبعض الحرية للموظف. الموظف ليس عبد، ليس مملوك. أعط الثقة، أعط مساحة. أوكي، هنا من وجهة نظرنا إن تعمل هنا، يعني إذا في طريقة إنه ممكن أنت تعملها بطريقة أفضل، يا سلام، هذا الشيء اللي نتعلم منه، نتعلم الآخرين. هنا تولد العباقرة، تولد المنجزين، تولد ولكن ليس الناس ريموت كنترول، فكذا تحرق وتقتل الإبداع في نفوس الآخرين. إذا أبدع شخص لا تحاربه، والله خايف بعدين هو اللي بيصير وما يصير. بالعكس، العمل مع المبدعين يعطيك قوة وهيبة. العمل مع الخافقين والمصفقين والهذا يقلل من قيمتك حتى واللي حولك. يعني ترى مقيمينك، وانت مقيم نفسك قبل ما تكون. وإذا ما خانتني الذاكرة، قاعدة تقول لك المدير الممتاز اللي هو الإيس بوس يجيب A و A بلس، يعني يجيب ناس ممتازين وأعلى منه. والمدير البي اللي مهزوز شوية ما يجيب ممتازين، يحاول يجيب أقل منه كمان، عشان إيش؟ أن صورته تكون يعني شوفوني أحسن منكم. المؤسسة هذه ليست ملك لشخص معين. الكفو، ولا نقول أنه ممكن لابد المدير يكون هو أكفأ اللي موجود، يستحسن، لكن حتى لو ما هو أكفأ من الموجودين، إذا وجدوا الأكفاء واشتغلوا يد مع بعض ودارت بينهم المحبة والانتماء. المهم أنه الإنجاز حيكون للجميع وليس لشخص معين. تعالوا إلى المهارة الخامسة، نعم السادسة عفوا. افهم مناطق القوة لدى موظفيك، أين قوة كل شخص، وليس فلان مسؤوليتك كذا، فلان مسؤوليتك كذا، فلان مسؤوليتك كذا. يا أخي، من لديه قوة في مجال معين ضعه في ذلك المجال، هذا لديه قوة في اتجاه معين ضعه فيه، حتى تحصل على الأفضل وبناء روح الفريق. وجدت شخص متردد في عمل معين، اعرف انه هذا ليست هي منطقة قوته، حوله الى 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 اتجاه اخر، مهام اخرى. وكأنك تحدد وين، تعرف وين قوة الشخص الذي امامك بمحبة ومعزة. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا ايضا، كان يفهم مناطق القوة عند الصحابة، فكان يضع كل صحابي في المكان الذي
يتميز فيه. امتدح موظفينك مساهمتهم الجيدة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني واحد اجتهد وعمل وفي الأخير هذا شغله. التشجيع والكلمات الإيجابية يا أخوان أقوى من أي مكافأة، فهي تقدير فعال لما يقوم به الموظف. ربما كلمة بسيطة لا تكلفك شيء، شكرا يا فلان، شكرا على عملك، تسلم، ربنا يعطيك الصحة، إنجاز ممتاز، إنجاز يفتخر فيه، نحن نفتخر بك. هذه الكلمات البسيطة ترجع نفسيا على الموظف بشيء كثير، وانت ترجع البيت وانت ناسي انك ايش قلت، لكن الموظف لا ينساه، تلقاه يدعي لك في ظهر الغيب، الله يبشره بالخير، الله يعطيه العافية، الله هذه لا تحرم نفسك من عمل الخير والحصول على الدعاء الطيب. حافظ على الشفافية، حافظ على الشفافية، وشارك المعلومات مع موظفينك، ولا تجعل بينك وبين الموظفين حواجز. أنا ما أجلس إلا مع المدراء التنفيذيين وأنتم يعني على جنب. لا لا، فريق واحد يعني في قارب واحد، قارب واحد يعني يد واحدة. لو انخرم القارب هذا في أي جهة، القارب كله ترى يكون على الجميع وليس على شخص واحد. وهنا يشعرون أنك مخلص لهم. وأحيانا يكون الاقتراح والإنجاز من 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 فريق عملك، وفيها الأفضل حلول ربما على مستوى المؤسسة كامل، وهذه فخر. الكثير يقول لك أبعد الشخص هذا مميز، لا يجي ويشوفونه اللي أعلى مني، بعدين يقولون هذا أفضل من هذا. هذه نظرة سوداوية، نظرة فاشلة، نظرة سيئة جدا. بالعكس، أفتخر، هذول فريق عملك يعني زي أسرتك، عائلتك. هل سوف تزعل إذا كان ولدك أو أخوك أو أختك أو بنتك تميزت أو صارت يعني منجزة في عملها أو لها سمعة؟ هذه لن تحصل على محبة الآخرين ما لم تحبهم وتقدر جهودهم. استمع إلى موظفينك حتى يشعروا أنهم مهمين بالنسبة لك. معاملة جميع الموظفين على قدم المساواة. لا تنتقد أو تجرح أي موظف أمام الآخرين. أخطأ، مشكلة في جانب، وأفتكر هذه لها يعني مرجعية دينية. لأنه الجرح أمام الآخرين تفسر إنها إهانة لهم ولكرامتهم. حينتهي لن يفكر في ماذا عملوا، إنما مدام كلمتني وجرحتني أمام الناس، إذن أنت تسعى إلى جرح كرامتي، وجرح الكرامة تؤدي إلى ردة فعل. أخيرا وليس آخرا، أعمل جاهدا لتطوير مهارات فريق عملك وخدمتهم والتواصل معهم. ماذا يهمهم أعمل لهم. مثلا كلفت شخص بمهمة وعوجدت أنه في تأخير في المهمة، إيش السبب؟ ربما ما يكون من, من, من الموظف هذا، إنما الدائرة الأخرى اللي مطلوب يتواصل معها لم تستجيب. يا أخي هذا دورك أنت الآن، أنت تواصل مع تلك الإدارة حتى لما تعرف تلك الإدارة أنه والله موظفك يعني وراه مدير مهتم، سوف تقدر وسوف تتعاون مع فريق عملك لاحقا، وليس والله هذا شغلكم خلصوا أنا أبغى بس نتيجة. هذا ليس مدير يعني خدوم لفريقه، بل كلف. إذا صعب حاجة أرجعوا لي، لو ما وضحت الصورة تعالوا لي. بديت تشتغل تبغى تتأكد في العمل، ممكن في نص الشغل أو ربع الشغل أو كذا تجي ونشوف هل ماشي على الطريق أو محتاج ندرب أو نعلم أو نتعاون. هنا تحت هذه روح الفريق التي ينجح فيها العمل. وأقدر أقول من منظور عملنا في الإدارة، كن درعا وحاميا لفريقك يكون سيوف في يدك. هذه مقولة يعني إن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت من نفسي. كن درعا حاميا لفريقك يكونون سيوفا في يدك. أنت كمدير من ينجز العمل؟
أنا أبغى سؤال لكل شخص، من ينجز العمل؟ هل أنت؟ لا والله. من السكرتير اللي عندك إلى أصغر موظف، والعمل فريق العمل ما فيه لا كبير ولا صغير، كل على مسؤوليته وعلى المهمة التي أوكلت له. فإذا كن درعا وحاميا لفريقك يكون سيوف في يدك، كن خاذلا ومحقرا ومكسرا مجاديف غيرك، لن تجد سيفا ولن تجد حتى ولو عصا في يدك. إذا أعطيت القيادة الثقة والدعم، أعطى الفريق الإنجاز والابتكار. تلخيصا للموضوع، ليس عبء العمل هو سبب الإجهاد، ولكن رؤساء العمل السيئون هم السبب، أو نقول أغلب السبب. لتصبح مديرا جيدا وتقود فريقك إلى النجاح، طبق هذه المهارات التي لها وصول الحمد لله شرعية، دينية، علمية، دراسية، اتفقت الآن بوجود هذه المهارات وأغلبها. يرجى أن تتذكر أنت كشخص لما كنت تعمل تحت الإدارة، فإن كانت تديرك بإدارة سيئة فلا تحاول تطبقها. وإذا وجد كان رئيس من يبث في نفسك السعادة والأمان والدعم، فلذلك ابعد عن كل ما يكره عباد الله فيك، واعمل ما تستطيع لتحبيب خلق الله فيك. فالكرسي ذاهب والذكر الطيب والدعاء الصالح باقي، ونحن على علم وتأكد أنه في كثير ولله الحمد من المدراء الطيبين، من المدراء المشجعين، من المدراء الناجحين والمحببين للفريق بعمله، ولكن هذه إرهاصات وإشارات لبعض المدراء هدانا الله إياهم، وربما أنه يفتكر أو يظن أنه على الطريق الصحيح، ولكن لعلها تنبيه لتغيير المسار من طبيب سيء إلى طبيب محبوب وناجح. جعلنا الله وإياكم ممن يذكر بخير ويدعى له بصلاح الدعاء في الغيب. وهذه بعض المصادر العلمية لمن حب أن يستفيد أو يستزيد عن الموضوع. وأشكر لكم حسن استماعكم، ولنا لقاء قادم إن شاء الله مع المراحل التي افترض المدير أن يتدرج فيها ليبقى محبوبا لدى فريق عمله ومن بعدهم. هذا، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين.